بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع getiteasy.net. بعد ما شفنا كيفاش نسوبريميو لي كوكيز، دابا غادي نشوفوا ان اوتر شابيتر اللي كيتسمى ديفلوبمون. دونك في هذا الشابيتر ديفلوبمون غادي نشوفوا اي كوتي ديفلوبمون في الاي اس بي. دونك غادي نخليو لي سيسيون داكشي، ولكن دوك لي سيسيون ولي كوكيز راه حتى هما ديفلوبمون. دونك غادي نشوفوا من شي تكونوا لي كلاس، كيفاش نديكلاري اون بيبليوتيك ديال كلاس، كيفاش ممكن نديكلاري اون كلاس فوسط لو فيشي ديالي اي اس بي، كيفاش ممكن نستعمل واحد لو فيشي كونسيبت با اكزومبل ان ايميل من واحد لو كونت، يعني تندخل لوغين ومود باس ومن بعد يصيفط ليا لي زانفورماسيون واحد الايميل اتسيتيرا. دونك هاد لي زانفورماسيون كاملين غادي نشوفوهم في هاد لو شابيتر ديفلوبمون. دونك اول حاجه غادي نشوفو كيفاش نديكلاريو ان بيبليوتيك دو كلاس. دونك اشني ان بيبليوتيك دو كلاس؟ باغ اكزومبل انا بغيت نجيب الفيشي ديالي، في الفيشي غنمشي نديكلاري مثلا واحد لو فيشي، غنبدا نديكلاري فيه لي كلاس ديالي. كاين بعض المرات اللي كنحتاج انايا دي كلاس اللي كاينين في لو سيستيم ويندوز وما كاينينش في لو سيستيم سيستيم ويب. دونك كيفاش نديكلاري لي بيبليوتيك دو كلاس ويندوز؟ كنمشي لو بروجي، كندير كليك دغوا اد نيو بروجيكت. دونك المساله اللي بغيت نشير ليها هو انه فاش غادي نختار لونغ فيزوال سي شارب ويندوز كلاس ليبراري، خصني نرد مزيان البال لا فريم ورك باش خدام، لانه انا في لا بروغرام هاد في هاد فورماسيون استعملت من الاول الفريم ورك 3.5. ولكن الا كنت باغ اكزومبل بغيت نستعمل لاي اس بي ام في سي 3، لام في سي 3 ما كاينش في لا بيبليوتيك 3.5، لاحظ معايا انه بلاتي نمشي ويب هو عطاني اي اس بي ام في سي 2. دونك الا اخترت فريم ورك 4 كيعطيني ام في سي، هي اي اس بي ام في سي 3. دونك انا لام في سي 3 و دوطخ شوز ما كاينينش في فريم ورك 3.5. دونك غادي نرجعو في 3.5، كاينين في 3.4. دونك غادي نرجع ل 3.5، غادي نمشي لويندوز كلاس ليبراري نسميها باغ اكزومبل ماي ليب كلاس. دونك في وسط ماي ليب كلاس عندي اون كلاس سميتها كلاس 1، نخليها كلاس انيت، نمشي نقولها بريفايت string f name for the first name private string last name. دونك غنمشي نقول ليه public class اللي هو constructor par default. اللي ما عقلش على هاد المسائل تاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي خصو يرجع للدروس تاع بروغراماسيون اورينتي اوبجي، لانها مهمه وغادي نحتاجوها بزاف في دوطخ ابليكاسيون غادي نصابوهم بلاي اس بي، وغادي نحتاجو لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك قلنا غادي نمشي ندير this point first name كيساوي لينا انس، this point last name كتساوي لينا سحري. من بعد غادي نمشي نديكلاري اون فونكسيون بابليك، بابليك سترينغ، لان بيكون لو تيب دو روتور ديالها هو الشانت كاركتر سترينغ، get full name. دونك هاد get full name غادي نقول ليه return this point first name concatenation espace concatenation this point last name. دونك هنا صوت دو زاتريبي، صوت دو ميثود، وحده كونستركتور وحده فونكسيون كترتورني ليا فون نيم. مزيان، دابا كيفاش غادي نستعمل هاد لا بيبليوتيك كلاس في بروجي ديالي؟ دونك اشنو غادي ندير؟ غنمشي ندير كليك دغوا اد ريفيرنس، هنا بيعطيني ماي كلاس ليب، علاش؟ لانها اوتوماتيكمون كاينه في نفس لو شومان ديال البروجي ديالي ويب جيت ات ايزي دو اندرسكور ويب دو ويب سيت ويب سايت دو underscore get it easy slash my lib class. دونك اوكي، لاحظ معايا هنا غادي نمشي دابا لين الكونترولر
شي كونترولر غادي ندير يوزن ماي كلاس ليب. دونك غادي نقول ليه كلاس 1 سي ال كتساوي لنا نيو كلاس 1، وغنمشي نقول ليه ريسبونس بوان رايت سي ال بوان جيت فول نيم. نمشي نيكزيكوتي لا باج فيو كنترول. Dit erreur, une erreur se produit à la compilation d'une ressource auquel elle repose sur le monde du consensus des questions. Donc, on dit une erreur. Une erreur chez ENA, automatiquement, on chauffe l'erreur. دونك انا ليرور اللي استعملت شنو هي ليرور اللي استعملت هو انه هو باقي ما تيعرفش بعدا هاد كلاس ليب، باقي ما تيعرفهاش. دونك باش نقول ليه بانه راه عندي اون كلاس ليب وكاينه اون ليبريري، يعني كاينه واحد لا ليبريري كلاس، غادي ندير كليك دروا وغادي ندير بيلت. دونك انه بيكريها بعدا، هو اوتوماتيكمون عطاني بانه راه كريا وعطاني هيا ماي كلاس بوان ليب. لاحظ معايا في البروجي تزاد عندي واحد الدوسي سميتو بين، فوسط منه كاينه ماي ليب كلاس بوان تي ال ال. لاحظت معايا دابا غادي نمشي ندير فيو ان براوزر، اوتوماتيكمون كليكي على لوجين، ها هو بعثيني انس سحري. دونك مشى جاب لي دوني منين؟ من ديك لا بيبليوتيك كلاس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.